بداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه بدا بن حليب الرجاء ينزل لاعبا جديدا الى فريق الامل، واخبار المكتب موسيل فريق الرجاء الرياضي زكريا الهبطي بالانتقال كمعار لفريق اخر او الاكتفاء بالتدريب رفقه فريق الامل وخوض مباريته في دوري الهوات، واختار الهبطي نزول فريق الامل نجل خوض تدريبه ورفض فكره الانتقال لاي فريق اخر على سبيل الاعاره. وقرر المكتب مسير برئاسة أنيس محفوظ إبعاد زكريا الهبطي على الفريق الأول بطلب من مدرب بلجيكي مارك فيلموتس، إذ كان كيفكر في إعارته لفريق آخر غير أن اللاعب رفض رفض قاطع الانتقال على سبيل إعارة واشترط الحصول على وثائقه وهو مرفضو مسيري الرجاء. ووضحت مصادر أن المكتب مسير فضل إبعاد الهبطي على الفريق الأول بسبب خلاف ليه مع لاعب باريس، استجاب مسيري الرجاء لطلب هذا الأخير بتسريح زكريا الهبطي لأي فريق آخر تفاديا لحدوث أي مشكل جديد بيناتهم، وكيتعتبر الهبطي من بين اللاعبين المهاريين فريق الرجاء الرياضي، غير انه مازال ما نجحش في كسب رسميته اللاعب باستمرار في جميع مباريات البطوله الوطنيه ودوري ابطال افريقيا. الرجاء الرياضي يتوصل ب 100,000 دولار كدفعة أولى من صفقة انتقال عبد الإله الحفيظي للحزم السعودي، وتوصل فريق الرجاء الرياضي بمبلغ 100,000 دولار كدفعة أولى من صفقة انتقال لاعب عبد الإله الحفيظي لصفوف فريق الحزم السعودي في إطار فترة انتقالات الشتوية الحالية، وكيجي هذا بعد ما حصل النادي السعودي على بطاقة الخروج الدولية الخاصة باللاعب الحفيظي، ومن المنتظر باش يتوصل فريق الرجاء بمبلغ 600,000 دولار على دفعتين فوق لاحق. وكان الحفيظي وقع في كشوفات فريق الحزم على عقد كيمشي الموسم ونصف، وخاض اللاعب اولى مباراته السبت الماضي برسم جوله 17 من دوري كاس الامير محمد بن سلمان، كتجدر الاشاره ان الحزم السعودي تعاقد كذلك مع مغربي اخر في الميركاتو الشتوي هو نوفل الزرهوني اللي انضم ليه فريق الفتح الرباطي، مع العلم انه كان قريب من توقيع الفريق الرجاء فهذا الرئيس السابق رشيد الاندلسي بعد ما اتفق مع رئيس الفتح الرباطي حمزه الحجوي، غير ان استقاله هذا الاخير ومجيء نوال خليفه وامين بن هاشم كمدرب خلص الصفقه تاثر بسبب هذا الاخير اللي تشبت به. مدرب رايون سبور ينتقد لاعب الرجاء يوسف غرب، وجه مارسيلو مامي مدرب رايون سبور رواندي انتقادات لاذعة المهاجم فريق الرجاء الرياضي يوسف غرب اللي لعب كمعار الفريق الرواندي خلال الاشهر الماضيه، وقال مارسيلو مامي في تصريحات صحفيه ان يوسف غرب كيملك امكانيات فنيه هائله لكنه كيفتقد الانضباط، الشيء اللي خلى مسؤولي رايون سبور يتخلاو عليه. وضاف له مامي ان اعاده يوسف غرب وايوب ايت الحسن لفريق الرجاء ما كانش سهل، غير ان الامر اصبح ضروري بعد ما تغيرت الاوضاع داخل الفريق بشكل جديد. يشال ان يوسف غرب وايوب ايت الحسن اضطروا لمغادره رايون سبور رواندي والعوده لفريق الرجاء الرياضي بسبب تماطل مجلس الاداره في صرف رواتبهم الشهريه. هذه قيمة انتقال هيثم بجا من شباب السوالم لفريق الرجاء الرياضي، وفي تفاصيل الخبر غيحصل هيثم بجا لاعب شباب السوالم السابق والمنتقي الحديث لفريق الرجاء الرياضي على مبلغ 190 مليون سنتيم كمنحة توقيع في الموسم اللي غيلعبها مع الفريق الاخضر حسب الاتفاق اللي توصل ليه مع مسؤولي النادي. ووضحت مصادر قريبة من فريق الرجاء الرياضي ان البجا غيحصل في الموسم الحالي على منحة توقيع كتقدر ب 35 مليون سنتيم، بينما غيحصل في الموسم المقبل على 70 مليون سنتيم، وغترتفع المنحة في الموسم الاخير اللي عقده مع فريق الرجاء الرياضي لازيد من 80 مليون سنتيم. يشال ان هيثم بجا وقع على عقد انضمام لفريق الرجاء الرياضي في انتظار الاعلان عن الصفقه رسميا في مختلف الصفحات الرسميه للفريق الاخضر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيتعتبر البجا اول لاعب كيتعاقد مع فريق الرجاء في الميركاتو الشتوي قبل ما يحسم الفريق الاخضر. ثاني صفقه ليه كتخص اللاعب الكونغولي كاديما كافانغو مهاجم نوبوبو الكونغولي بالاضافه ليونس مختار وغيام رباح وجناح باديبانغا، وكان فريق الرجاء قريب من حسم صفقه الكاميروني اولينغا غير انه فضل تغيير الوجهه صوب الدوري البرتغالي يتستغل حصوله على وثيقه طلب الحصول على تاشيره السفر للمغرب بعث له الرجاء من اجل التفاوض مع فريق برتغالي للرفع من قيمته التسويقيه. رسميا الحارس غيام رباح يفسخ عقده للانضمام للرجاء، وعلنت اداره شباب الوزداد الجزائري على فسخ عقد حارس مرمى الفريق غيام رباح التراضي واللي بات قريب من انضمام الفريق الرجاء في ميركاتو الشتوي الحالي. ونشر فريق شباب الوزداد بلاغ رسمي كياكد من خلاله فسخ عقد حارس مرمى غيام رباح، وذلك بناء على طلبه الملح للمغادره بعد موسمين ونصف من التحاقه بصف الفريق الجزائري. يشار ان غيام رباح غيوصل المغرب يوم الخميس المقبل ضمن الرحله اللي غتنقل خمسه لاعبين اخرين هما محمد نهري يونس مختار كاديما كابانغو يوسف غرب وايوب ايت الحسن. هذا وراس الفريق الرجاء وزاره الداخليه لطلب ترخيص للسماح للاعبين بالدخول للمغرب، مع العلم انهم غيكونوا مطالبين باجراء حجر صحي الزامي قبل التحاق بالفريق الاخضر.
يهم الرجاء الجامعة الملكية ترفض طلب الأندية الاحترافية بتأجيل الميركاتو لهذا السبب. ونفت الجامعة الملكية أنها تكون عمدة تأجيل فترة الانتقالات الشتوية اللي انطلقت رسميا السبت الماضي لغاية 31 من الشهر الحالي. وكشف مصدر جامعي مسؤول أن الأخبار اللي تحدثت على تأجيل الميركاتو بسبب تعليق الرحلات الجوية اللي كتحول دون تعاقد الأندية مع اللاعبين الأجانب خبر لا أساس ليه من الصحة. وأكد المصدر الجامعي أن عدد مسؤولي أندية البطولة الوطنية بما فيهم فريق الرجاء الرياضي طالبوا بتأجيل الميركاتو إلى حين اقتراب 31 من يناير موعد فتح الحدود الجوية ما غيسمح بدخول لاعبين أجانب المغرب. ووضح نفس المصدر أن تأجيل الميركاتو الشتوي كيحتاج لموافقة الفيفا إذ كيتعين مراسلة قبل 48 ساعة من موعد اتخاذ القرار النهائي. وجدت الأندية المغربية بما فيها فريق الرجاء صعوبة كبيرة في التعاقد مع لاعبين أجانب بسبب قرار السلطات المغربية بتعليق الرحلات الجوية. نزاع دولي جديد للرجاء بالفيفا ب 580 ألف دولار. وفي تفاصيل الخبر دخل فريق الرجاء الرياضي في نزاع مع شركة سبورت باك المختصة في انتقال اللاعبين بعد رفض المكتب المسير السابق أداء نسبة 20% من صفقة انتقال بين مالونغو الشارقة الإماراتي في ميركاتو الصيفي الماضي. ووضح مصدر رجاوي مسؤول أن العقد اللي كان انتقل بموجبه مالونغو للرجاء في عهد جواد الزيات كينص على حصول الشركة المذكورة على نسبة 20% في حال ما انتقل المهاجم الكونغولي لفريق آخر بأزيد من 3 ملايير سنتيم. رفض المكتب المسير فهد رشيد الاندلسي الالتزام ببند منح 20% لشركه سبور باك على اعتبار ان الاتحاد الدولي كيحدد نسبه وكيل اي لاعب او شركه مكلفه بانتقال اي لاعب من فريق لفريق اخر في نسبه 10% فقط. واعتبر رشيد الاندلسي نسبه 20% غير قانونيه لذلك رفض الالتزام بالبند. ولجأت الشركه للفيفا من اجل الدفاع على حقوقها اذ كطالب بالحصول على 580 الف دولار من صفقه انتقال بين مالونغو للشارقه الاماراتي. سعيد وهبي كنت معارضا لتعاقد الرجاء مع المدير الرياضي وشرطه الجزائي سنتين. واعترف سعيد وهبي امين مال فريق الرجاء الرياضي السابق انه كان بين الاعضاء اللي رفضوا فكره التعاقد مع باتريك ديويلد المدير الرياضي الحالي للفريق الاخضر. ووضح وهبي اللي حل ضيف على برنامج ديربي الشاو انه رفض التعاقد مع المدير الرياضي على اعتبار ان المكتب المسير السابق كان كيستعد للرحيل واعلن على موعد الجمع العام لانتخاب رئيس جديد. واضاف وهبي ان الشرط الجزائي في عقد المدير الرياضي ديويلد كيوصل لسنتين اذ بروا مسؤولي فريق الرجاء قرارهم بأنه ما يمكنش اليوم الحكم على مشروع التكوين في مدة قصيرة لذلك وضعوا شرط جزائي في عقده لسنتين وغيكون من الصعب على فريق الرجاء فسح عقد المدير الرياضي البلجيكي علما أنه أصبح مبعد على الفريق الأول وما عنده أي تنسيق مع المدرب البلجيكي في الموتس اللي كرفض جلوس المدير الرياضي مع بعثة الفريق في فندق نفسه في قطر. هذا وكان موضوع التعاقد مع ديويلد أثار جدل واسع في الرجاء خاصة أن رشيد الأندلسي أصر على التعاقد معه في الوقت اللي كان كيستعد للرحيل رغم أنه طيلة مدة سيره للنادي الأخضر ما كان حتى مدير رياضي كيشتغل بالفريق. وشار وهبي في تصريحه لأن الأندلسي لجأ للتصويت في اجتماع المكتب المسير حسم موضوع التعاقد مع ديويلد أو تراجع على ذلك وصوتت غالبية الأعضاء للتعاقد معه. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير. في أمان الله ونتلاقوا في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.